أدانت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري التدخلات الخارجية في ليبيا، وقالت إن قطر ما زالت تمارس دورها الخبيث في ليبيا بإشعال الفتن والصراعات للسيطرة على مفاصل السلطة، مشيرا إلى أن قطر تدفع بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لإفشال أي محاولات لتهدئة الأوضاع وإشعال البلاد بنار الحرب الأهلية مجددا. من جهة أخرى، قال لواء عبد الله الوتيدي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق إن قطر تنفذ أجندة لفرض حالة من الفوضى والإرهاب في البلدان العربية. وأضاف الوتيدي أن الانحياز القطري الإيراني التركي للإرهاب يستهدف ضرب الأمن القومي العربي من خلال دعم الإرهاب في مصر واليمن وسوريا وليبيا.